مؤسستنا تم اختيارها في معتمدية جمال باش تحتفل بالظاهرة هذه. اليوم قبل كل شيء نترحموا على شهداء الوطن اللي ماتوا برصاص الغدر. رغم الأحزان ورغم ما يصير يزم العجلة ديما قدام، ما نتوقفوش. تحية تونس، ودماء الشهداء تبقى دائما زكية وما ننساوهمش، وتونس ديما في البال، وبحول الله ما يقهرنا حتى شيء. العدو هذا آخر حاجة وما ينجم يعمل حتى شيء في تونس بحول الله. بارك الله فيكم وتحية تونس.